بونجور على معك، السلام عليكم خوتي خواتاتي. ربما قبل ما نلوح هذا الفيديو قلنا هام جدا وقلنا عاجل، بصح نيت عاجل وهام جدا ونبغي كل شيء بارطاجيه. علاش؟ حيتاش بداو شي افكار ربما كينتشروا مؤخرا في فيسبوك وفي الانترنت وبين الناس اللي هي خطيره جدا، وخاصه نحطوا النقاط فوق الحروف. وحنا كمنبر ربما كنعتبروا راسنا منبر اعلامي وصفحه اللي هي ديال الشعب، فهاد الامور خاصنا نشاركوهم معكم ونهضروا ونحاولوا نوضحوهم، ربما يكون الراي ديالنا من الراي ديالكم. طبعا الحال من بعد احداث ديال المرحوم محسن فكري الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه، فالناس تفاعلوا، الناس خرجوا الشارع، الناس طالبوا بالعداله القانونيه، الناس طالبوا بمحاكمه المفسدين، الناس يعني تفضحوا بزاف ديال الدواسه ديال عندهم علاقه بالصيد البحري كذا. مزيان هادشي كامل، هادشي كله زوين، وخرجوا الناس في الحسيمه وفي الناظور وفي المغرب وفي كاع المدن المغربيه بطريقه سلميه وطريقه حضاريه. وخا كاين شويه ديال ربما شويه ديال الغضب وشويه ديال كذا، ولكن من حقهم مواطن اللي بحالهم بحالهم يعني خونا ومنا تعرض لهذاك التعسف بهذيك الطريقه، من حقك انك تكون غاضب، ولكن بجميع الاحوال كانت سلميه. مزيان من بعد منين كل شيء عرف بانه غتم محاكمه ديال دوك الناس وتباشرت بالفعل بعد تدخل طبيعه الحال المسؤولين في البلاد والناس الكبار في البلاد، فالشعب دخل لديوره صافي. داكشي اللي بغيناه وصلنا ليه في هذه الحاله، بعدا من بعد نرجعوا لحالات اخرين. اذا مزيان هادشي كله مزيان، ولكن مؤخرا في الفيسبوك الى لاحظتوا هاد اليومين هادو الثلاث ايام كذلك في الواتساب بداو كيوصلوا واحد الميساجات اللي هي بالنسبه لي ميساجات مدسوسه، دي كومونتير لا للفتنه، ما ديروش الفتنه، حنا ماشي سوريا، حنا ماشي مصر، حنا ماشي تونس. واش قربنا ودي شي سوريا؟ واش قربنا شي مصر؟ واش قربنا الناس كاملين؟ اش كنديروا مقارنه؟ الشعب تصدر من واحد الحاجه خرج يهضر عليها بوان فينال. هادشي كاين كاع في الدول المتقدمه اللي كتسموهم الدول المتقدمه واللي كننقلوا منهم بطبيعه الحال الديمقراطيه ديالهم، هادشي كاين. من حقي انا كمواطن اذا تضررت نخرج نهضر على حقي بطريقه سلميه. فين هي الفتنه؟ انا بغيت نعرف فين هي الفتنه في خروج الشعب يهضر على حقه. صافي، واش الا خرج نهضر على حقي وحريه التعبير؟ من حقي في بلاد ديمقراطيه، من حقي نهضر بشي حاجه اللي هي ضرتني، من حقي نخرج، حيت حنا في البلاد هكا كتوصل الامور. الا ما خرجتيش هضر ما توصلش المسؤولين وما يديروش اجراءات وما غاديش يبداو يتحركوا، ما غاديش تتحرك الناس على قانونيه. بعد تتعب ديك الضرب وحدك ما يعقلك حتى شي واحد، مشيتي للمحكمه ما يعقلك حتى شي واحد، مشيتي للكوميساريه ما يعقلك حتى شي واحد. يعني كل ما تصورات فيك القضيه وخرجات ووصلت للراي العام ما كانش هذه القضيه كامله غتفضح، وما كانش غيوقع حراك قانوني فيها. حيت بيني وبينكم القانون عندنا كاموني كيمشي بالضغط، ولكن الدوله ذكيه. فمن بعد اليوم الجمعه تاكدت انا بعد شخصيا، انا كنهضر على رايي وكنتحمل ديما مسؤوليتي. من بعد اليوم الجمعه من الخطاب والخطبه ديال الجمعه اللي كتهضر على الفتنه، تاكدت بان دوك لي كومونتير او دوك لي ميساج كانوا مدسوسين طبيعه الحال من الناس اللي يخليوك او اللي يوجهوك نحو واحد الفكره، هو ان اي واحد هضر على حقه او هضر على شي حاجه ضراته في البلاد او لا مواطن مضرور او لا فقير كيدير الفتنه. لا ماشي يدير الفتنه استاذ، ماشي يدير الفتنه اساتذه، انتوما اللي كتحاولوا توجهوا الناس لهذه القضيه هذه، ماشي يدير الفتنه. الفتنه الا جينا نهضروا عليها بصح، الفتنه هي نقراو وما نخدمش الباك بلس 7 ونخدم نبيع الديطاي. الفتنه هي يجي قيد ويريب لي داري حيت هو عنده السلطه. الفتنه هي تجي وزيره وتجيب لي الزبل البلاد تبيع وتشري فيه على ظهر المغاربه وتلوحوا فوق المغاربه باش تدخل الصرف. هذه الفتنه، الفتنه هي وزير يضرب مليار ويخرج تقاعد، هذه الفتنه. الفتنه هي مواطن يمشي يبغي يتداوى في السبيطار وخاصو يعطي 20 درهم في الرمليه باش تدخلو عند الطبيب ويعطيه 100 درهم باش يعطيه الدواء وبيبليك، هذه الفتنه. الفتنه هي تعدوا علينا في مقاطعات ما يعطيوشنا ورقه نعطيو الرشوه، هذه الفتنه. الفتنه هي يضربني بوليسي بدون حق حيت هو عنده السلطه، هذه الفتنه. الفتنه هي مفاتيحها اللي تحرقات قدام المقاطعه. فتنه هي الجوع، هي الفقر، هي البطاله، هي الضرر اللي كيعانيو منه المواطنين، وعلما ان عندنا ثروات اللي هي كبيره. هذه الفتنه، ماشي نخرج نهضر على حقي. فكنتمنى ان المواطنين كاملين يكونوا ذكيين ويفطنوا لهذه القضيه هذه. راه نوليو الى تبعنا ربما الراي ديالهم، نوليو وقتاش ما هضر شي واحد على حقه وعندك تير الفتنه، لا ما هادش عليك مدفع. انا كنهضر معاك بلساني، حنا بغيناها ثوره فكريه، اما البلاد ما عمر غيكون مصلحه التقسيم وتشتات وكذا وكذا. ففي الحسيمه واللي كنعطيهم تحيه بطبيعه الحال، الناس الحسيمه والناس ديال الشرق كاملين والمغرب كامل بصفه عامه كنعطيهم تحيه
على النظام ديالهم والنضال ديالهم السلمي. فما سوقناش حنا شي وحدين خرجوا كيهزوا لافتات وكذا هادي واللي سوقوا لهم اعلاميا لوبيات خارج ارض الوطن. فكاينين شي وحدين، انا ما جيتش واحد هز لافته غيمثل ليا الشعب كله لا نهائيا، حيت هذاك محسن ملي تعرفوا معاه الناس ماشي الريف بوحدهم، الريف كانوا مصدر، ولكن المغاربه كاملين يخرجوا بصوت واحد كيقولوا بغينا حق هذا السيد يجي، بغينا المحاكمه ديال المفسدين، حيدوا لنا الفساد. محسن راه حاله وحده، راه كاين بزاف ديال المغاربه كيعانوا من هذا الشيء، كاين بزاف فتنه. هي تجي واحد كيسترزق الله حيت شبي يقرا تقرا وتجي تبغي تحيد ليه رزقه كروصه ولا تحيد ليه كذا ولا تحيد، حيت هو مغربي. وبطبيعه الحال الا كان افريقي مسهل عليه الامور، علاش؟ حيت القضيه فيها كذا وفيها كذا، الدبلوماسيات سبقون ولاد بلادنا. الفتنه اللي كتسميو نتوما فتنه اللي هي حريه التعبير خلات الحوت انه ينزل في الحسيمه من 20 درهم ل 7 درهم، خلات ان دوك السماسره والشفاره اللوبيات اللي كانوا تما كيساهموا كيشفروا في الحوت هربوا وخلاو الحوت للمواطنين. بغينا ارزاق ديال بلادنا نستافدوا منها فقط، بغينا العيش الكريم. الا كنتو كتعتبروا المطالبه بالعيش الكريم فتنه فهنا غيكون مشكل. كنتمنى ان الفيديو ينتشر باش المفهوم ديال الفتنه يتحيد من الفيسبوك، مابقيناش بغينا نسمعوه. كاين شي حاجه سميتها المطالبه بحقك كمواطن، فهذا هو المنبر الوحيد اللي عندنا، هو نخرجوا نقولوا عباد الله عتقوا الروح لا تروح، باش تقدر توصل المسؤولين ويديروا المساطر القانونيه. كنتمنى رسالة تكون واصله، وهذه فكره بغيت نشاركها معكم، وكان معكم سكيزوفرين. السلام عليكم.